طيب من خلال مشاركتك في مهرجانات كثير في الإمارات أو في الخليج، شو رأيك بالأعمال الخليجية؟ أنا بتابع، خلي بالك أنا متابعة جيدة جدا، يعني بتابع الدراما الخليجية، بتفرج على كل حاجة خليجية، يعني الكويت هنا، بفتح دبي، بفتح كله أتفرج، وأتفرج على الدراما ماشية إزاي، يعني الدراما سيرها ازاي، يعني وبعدين انا عشان بفهم اللهجه فبتابع بقى، وبعدين لما بلاقي موضوع شاددني او كده تاني يوم اتابع على طول. طب في زمن الاعمال المشتركه دلوقتي، لو نعرض عليك اي عمل بتوافقي؟ اكون سعيده جدا، لان انا بتابع اللبناني دلوقتي في خليط مع المصري، فبيعملوا طعم حلو قوي 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 قوي. بتابع السوري معانا طبعا، بيشتغلوا معانا مع المصري على طول، بلاقي فيه طعم في طعم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاحداث، طعم في التمثيل، طعم في حاجات كتيره جدا جدا. في لبنانيه بتكتب حلو قوي قوي اسمها كلوديا مارشاليان، دي بتكتب دراما فظيعه، بتكتب دراما حلوه قوي قوي، لو اتعرض عليا اكون سعيده جدا جدا.